الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مقدمة رقم 4 إلى قواعد التكامل تحت عنوان تكامل دالة متعددة الحدود، أو ما تسمى باللغة الإنجليزية polynomial، إذن integration أو polynomial. على بركة الله نبدأ. نفترض بأن لدينا الدالة اللي هي polynomial الآتي، هذه الآن f of x تساوي 4 سالب 4x سالب x تربيع موجب أو زائد x تكعيب. إذن f of x تساوي 4 ناقص 4x ناقص x تربيع زائد x تكعيب. نريد أن نكامل، يعني نحسب المساحة تحت هذا المنحنى، منحنى هذه الدالة هذه اللي هي متعددة الحدود بين قيمتين، ولأنها يعني هنا أريد أن أؤكد لأنها تتكون من عدة حدود، هذه الحد الأول الثاني الثالث الرابع، من متغير يأخذ لاحظوا لي قوة مختلفة، فهي تسمى متعددة الحدود أو polynomial باللغة الإنجليزية. لنفترض بأننا نحتاج إلى معرفة المساحة تحت منحنى متعددة الحدود هذه بين القيمتين A تساوي سالب 2 و B تساوي 2. هذا الحكي الآن هذه البولينوميال من حدود التكامل بين سالب 2 و 2، ما يعني بأن صيغة التكامل تكون كما يأتي. هذا الآن صيغة التكامل، أعطوا لي الانتجريشن أو إشارة التكامل هنا من سالب 2 إلى 2 لمتعدد حدود 4 سالب 4X سالب X تربيع موجب X تكعيب. إذن 4 ناقص 4X ناقص X تربيع زائد x تكعيب dx. هذا يؤدي إلى أنه الآن عندما نكامل الآن هذه تصبح 4 مضروبة في x، هذه وهي الآن تصبح 4 في x تربيع لكن قسم على 2، إذن 4 مقسم على 2 x تربيع، هذه الآن تصبح x تكعيب لكن مقسم على 3، إذن سالب ثلث x تكعيب، وأخيرا هذه الآن تصبح 4 وبالتالي x القوة 4 لكن مقسم على ربع، وبالتالي الآن على 4 وبالتالي تكون مضروبة في ربع. إذا صيغة التكامل هذه، نتيجة التكامل هذه 4x سالب 4 على 2 في x تربيع سالب 1 على 3 اللي هو ثلث x تكعيب زائد ربع x تكعيب، لكن حدود التكامل من سالب 2 إلى 2. الآن نأخذ الجانب الموجب، يعني نعوض عن x ب 2 موجب بالكل، ثم نطرح بقوس ثاني x نعوض عنها بسالب 2، فبتكون النتيجة كما يأتي. إذن 4 في 2 هذا الجانب الموجب سالب 2 في 2 تربيع سالب ثلث في 2 تكعيب زائد ربع في 2 القوة 4، هذا الجانب الموجب اللي هو الحد الأعلى، الحد الأدنى سالب الحد الأدنى لكن نعوض عنه بسالب 2 لأن الحد الأدنى هو سالب 2، سالب 2 هنا سالب 2 هنا سالب 2 هنا مع أخذ القوة بعين الاعتبار، فبتكون النتيجة النهائية 10.6667. الآن سأذهب إلى تطبيق الجيوجبرا حتى نتأكد بأن ما قمنا به من حساب هو فعلا دقيق. إذن 10.6667 تقريبا. أتوقف هنا وأذهب إلى الجيوجبرا، لأن هذا هو الجيوجبرا محدده أنا. الآن نضع هنا الدالة f of x تساوي 4 ناقص 4x. لاحظوا كيف الآن المنحنى يتغير، سالب الآن x هنا تربيع بعدين موجب زائد الآن موجب x، والآن هنا أضع هذا تكعيب. لاحظوا لي كيف شكل الدالة، هلا أستطيع الآن أن أتحكم بشكل المنحنى كيفما أريد. مثلا أريد الآن على سبيل المثال أذهب إلى السيركل، طبعا بضغط يعني أذهب بالمؤشر هذا إلى المنحنى نفسه وأضغط بالضغطة اليمنى من الفأرة أو رايت كليك على الماوس، بروح على السيتنج. الآن أذهب إلى السيتنج، الآن أستطيع أن أغير إلى أسود مثلا على سبيل المثال، الستايل هذا أزيد سماكة المنحنى إذا أردت، وهنا شدة القوة السوداء هذه، أوكي انتهينا منها، إذا انتهي فأضغط هنا. الآن هذا هو المنحنى. الآن آلي على الآن هذا المستطيل الانبوت،
أضع الأمر هنا انتج رأسا بخرج عندي انتجرال انتجرال هنا سأختار هنا انتجرال الدالة بين قيمتين هنا لاحظوا لي اف وسأختار أحبتي الآن لن أضع سالب اثنين سالب اثنين والاثنين لا سأضع اي وبي وأختار لأنه هنا سينشئ مزلاقين مزلاق لأ إيه ومزلاق بي كما سأبين بعد ذلك الآن بعد ما أضغط إنتر لاحظوا لي الآن أعطاني أقل قيمة القيمة الدنيا أو العليا عفوا هنا سالب 5 إلى 5 والقيمة الدنيا عفوا هنا القيمة الدنيا من سالب 5 إلى 5 والقيمة العليا من سالب 5 إلى 5 الآن لاحظوا لي إذا ذهبت بـ A إلى 2 يعني الآن فقط إلى 2 هنا فقط أوكي وهنا لسالب 2 لاحظوا لي الآن سأذهب إلى لاحظوا لي على هنا بهذه المنطقة ما الذي يحدث عندما أتوقف عند سالب 2 لاحظوا المساحة 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 هنا حتى أوقف عند سالب 2 بالضبط هنا المساحة كما قيل كما يعني تبين قبل قليل 10.67 طبعا السالب هنا ليس له معنى إلا بالقيمة المطلقة فهاي القيمة هذه زائد القيمة هاي كلها 10.76 أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي وإن شاء الله باللقاءات القادمة المتسلسلة بإذن الله المتتابعة سأقدم مسائل وأمثلة على مسائل تكامل معقدة بعض الشيء لحد الآن احنا قدمنا الأشياء البسيطة والسلام عليكم ورحمة الله وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.